مشهد محكمة العدل الدولي ونجد إسرائيل لأول مرة في قفص الاتهام بعد سابقة تاريخية تصب لصالح القضية الفلسطينية وتدفع الشعب الفلسطيني لمزيد من الصمود. شفنا تقريبا على مدار 105 يوم أو أكتر، شفنا مجازر من يوم 7 أكتوبر، شفنا حاجات غريبة جدا ترفضها الإنسانية، شفنا البشر، شفنا النساء، شفنا الأطفال، شفنا القتلى، شفنا طريقة الإعدام القسري، شفنا مناظر دموية وريحة الدم في كل مكان، شفنا انتفاضة من المجتمع الدولي، مش كل المجتمع الدولي، شفنا كمان دور الدولة المصرية من يوم 7 أكتوبر، شفنا كمان مؤتمر السلام في دولة السلام مصر، شفنا المساعي اللي دايما مصر بتقدمها تجاه القضية الفلسطينية، شفنا أمور غريبة جدا، الناس بتموت بدم بارد كل يوم، في مجازر في أوقات بتوصل ل13 و14 مجزرة في اليوم الواحد، شفنا أعداد فلكية تقريبا عدد القتلى تخطى ال 25,000 بني آدم. مش عارف إمتى الأمور دي تتحل، ولكن طبعا شفنا جنوب أفريقيا كانت مقدمة دعوة ضد إسرائيل الدولة المحتلة المختصبة، وشفنا طبعا أولى الجلسات، وشفنا طبعا مشهد كويس جدا عشان نتكلم في تفاصيل أكتر. معنا على الهاتف سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح خير معالي السفير. صباح الخير معك ليك والسادة المشاهدين. يا فندم قبل ما أتكلم عن أولى الجلسات، ولكن هكلم في البداية، تقريبا دخلنا في اليوم 105 وشفنا مجازر، شفنا طبعا قتلى، شفنا الأطفال والنساء، شفنا ريحة الدم في كل مكان، شفنا أمور صعبة جدا، وخليني أقول المسمى الصحيح، المجتمع الدولي في غفلة. حضرتك تعليق حضرتك يا فندم. هو هذه خطة إسرائيل بالذات الحكومة المتطرفة إنها تحقق عدة أغراض مهما كان يعني خروجها عن كل المعايير والقيم والقوانين الإنسانية. أولها هو تدمير قطاع غزة تماما، وزي ما قالوا أن عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر. الحاجة الثانية هو الترحيل القسري، يعني هم حولوا قطاع غزة إلى مكان كما يقول مسؤول الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى أصبح غير لائق للمعيشة الحياة الإنسانية، وده هدفهم، ويدفعوا بالفلسطينيين إلى رفح المصرية. صحيح. والآن بيضربوها، يعني ليه؟ لأنهم عاوزين يرغموا مصر على فتح الحدود للفلسطينيين للخروج، ومن هنا بيجي الاتهام أن مصر بتغلق الحدود، يعني مش بتغلقها على المساعدات، لا، بتغلقها على تحديد أغراضهم الغير إنسانية والمخالفة لجميع القوانين. وبنتنياهو كل يوم يعني تقريبا بيقول سنستمر في الحرب إلى أن نحقق أهدافنا. فهو يتسرع. للأسف الشديد أن الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم إسرائيل، وفي كل مرة بيجي وزير خارجية الأمريكي بلينكن بيجتمع مع مجلس الحرب الإسرائيلي حتى يقر الخطة اللي هم بيستمروا فيها. فهنا يعني المسألة اللي بيجعل المجتمع الدولي غير قادر على أنه هو يعمل حاجة، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي بتوفر غطاء عسكري وسياسي لإسرائيل. طيب معالي السفير خليني أسأل حضرتك، إحنا شفنا الدعوة اللي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وامبارح شفنا بيان من السيد الوزير أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني بيقول فيه إن في 66 دولة بتدعم جنوب أفريقيا في دعواها مقابل عدم دعم 8 دول لجنوب أفريقيا، وشفنا ان المانيا انضمت للصفوف الاسرائيليه، والاردن بتجهز اليه الدفاع من الصفوف يعني الى جانب الصفوف الجنوب افريقيه. عايزين حضرتك تشرح لنا دلوقتي المشهد الحالي امام محكمه العدل الدوليه، وهل نتوقع ادانه لاسرائيل؟ وان تمت حتى ادانه اسرائيل، ايه الخطوات اللي هتبقى بعد كده؟ يعني هو اسرائيل لم تكن تتصور عند توقيع اتفاقيه مكافحة الإبادة الجماعية وهي شاركت فيها مشاركة فعالة وانضمت لها من البداية بحماس، لم تكن تتوقع يوما أنها ستقف أمام هذه المحكمة. صحيح. فده بالنسبة لها صدمة كبيرة جدا قانونية وسياسية، وحولت إسرائيل على مستوى العالم إلى دولة بتمارس كل جرائم، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية. صحيح. بالنسبة لتأييد دول أو عدم تأييد دول، يعني في رأيي إن هو ملوش تأثير يعني كبير بالنسبة للمحكمة، هو له تأثير معنوي نعم،
له تأثير سياسي على المستوى العالمي. لكن اصطفاف الدول إلى جانب جنوب أفريقيا في دعواها وتقدمت أدلة أكتر، ده مش كفاية أو ده مش داعم قوي على المستوى؟ هو في الحقيقة الأدلة اللي تم تقديمها اللي قدمتها معظمها منظمات دولية، يعني الأمم المتحدة، يعني ما هيش أشخاص أو أطراف يتهموا بأنهم متحيزين. هذه المنظمات التي جاءت سواء اليونسكو أو الأونروا أو منظمة الصحة العالمية أو الخارج الأمم المتحدة الصليب الأحمر الدولي، كل هذه المنظمات قدمت شهادات موثقة إلى جانب أبعد من ذلك تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن تحويل غزة إلى خرائب، صحيح. على أنهم ذاهبون لقتل هؤلاء الحيوانات البشرية، صحيح. على التهديد باستخدام القنبلة النووية، صحيح. فهنا يعني عوامل الإدانة الإسرائيل نفسهم هم قالوها، يعني بيدينوا نفسهم، صحيح. طيب ما لو اتكلمنا في النقطة بتاعة الإدانة، يعني احنا شايفين كل الأدلة بتقول عن الجرائم اللي ارتكبتها إسرائيل. خليني بس أسأل حضرتك معالي السفير، ليه دايما الزج باسم مصر في جملة؟ يعني ليه فكرة وجود أكاذيب إن مصر كانت من البداية تمنع دخول المساعدات، مع إن ده كان على مرمى ومسمع الجميع؟ هقول لك عدة أسباب. السبب الأول إن مصر رفضت هي والفلسطينيين، يعني مش مصر فقط، صحيح، التهجير القسري، وقالوا إن إحنا ده تصفية القضية الفلسطينية، فده ضد الهدف الإسرائيلي. أدي واحد. اتنين، إسرائيل رفضت إنها تتولى الإشراف على حكم غزة بدل حماس. مصر رفضت إنها يعني تشارك في قوة عربية تحل محل الاحتلال الإسرائيلي. هذا الرفض، وقلنا صراحة وعلنا إن الفلسطينيين هم اللي قرروا مصيرهم، فده جعل فيه نوع من يعني الاحتقان مع إسرائيل. إسرائيل أيضا احنا طلبنا أكثر من مرة بهدنة إنسانية، لأن ما يحدث لا يمكن أحد يتصوره، إن أطفال بالألاف موجودين في الشوارع بلا طعام. ولكن معالي السفير، أكذوبة إن مصر تمنع دخول المساعدات وسط المجتمع الدولي، ما كان موجود على الحدود في الوقت ده وزير الخارجية الأمريكي كان موجود في الوقت ده، وتطلع إسرائيل تقول أكذوبة مصر تمنع دخول المساعدات، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مش بس الأمين العام ووزير الخارجية، ده جميع الوزراء اللي جم، لأنهم صحيح. يعني للأسف اعتقدوا إن اللي بتقوله إسرائيل صحيح، فكلهم كانوا بيذهبوا إلى معبر رفح ويذهبوا إلى العوجة وكرم أبو سالم عشان يشوفوا إن في الشاحنات مكدسة على الجانب المصري، والسبب هو إسرائيل، صحيح. كان في تعنت يعني في الإجراءات من الجانب الإسرائيلي إن احنا نوديها صحراء ونفتشها على ما يتم تسليمها، وتسليمها في مناطق معينة في مواقيت معينة، صحيح. ولعدد محدود، يعني مش كل المساعدات كانت بتوصل للمحتاجينها فعلا. ده صحيح يا مونيكا، يعني هو بالنسبة للإسرائيليين كان الهدف، يعني مثلا كان بيدخل 400 شاحنة من الجانب المصري، صحيح، لا يدخل منهم قطاع غزة إلا 150 أو 160 والباقي لسه بيتفتش. فهنا هي الهدف من عملية التفتيش المزدوج، لأن مصر بتفتشهم، وبعدين والأمم المتحدة والصليب الأحمر، وبعدين صحيح. الهلال الأحمر الفلسطيني، فهي عملية تلكيك زي ما بيقولوا بالعامية لتعطيل وصول هذه المساعدات، حتى يعني جعل الفلسطينيين يتمنوا ان هم يخرجوا من بلدهم، يعني هو ده الهدف. طيب الهدف هو كنت عايز اسال حضرتك دلوقتي، خلاص احنا ماشيين دلوقتي في ترتيب ان في بعض الدول بتقول ان في خلاص في ادانه، والادانه موجوده لاسرائيل، ولكن هل بعد كده بعد قرار المحكمه هيتم الطعن فكره حق قرار الفيتو؟ احد الدول الخمسه الاعضاء دامين هيقولوا فيتو، يبقى الموضوع ان لم يكن هو للاسف بالرغم ان هو حكم محكمه، يعني هو مش قرار، هو حكم محكمه. حكم محكمه العدل الدوليه لها شقين، الحكم الاول هو في وقف القتال ورفع الحصار وعدم التهجير القسري الى اخره، فده هيكون حكم العاجل. حكم الادانه بالاباده الجماعيه ده ممكن ياخد سنه سنه ونص، هو ده اللي ممكن تقديم فيه مستعدات، ولكن لكي ينفذ قرار حكم محكمة العدل الدولية لابد أن يذهب إلى مجلس الأمن، صحيح. هنا الدور الأمريكي بقى المعطل، هل أمريكا تستخدم الفيتو لحماية إسرائيل؟ في مؤشرات
بتشير إلى هذا، إن لما الولايات المتحدة مجرد ما قدمت العريضة الاتهام من جنوب أفريقيا قالت إن دي لا تستند إلى حقائق. فهنا معناه إن إزاي أنت بتتدخل في محكمة وتتهم اللي موجود بعدم إن هو لا ليس حقائق بدون ما تقدم ما يثبت ذلك. طيب معالي السفير، يعني على ذكر القيادة السياسية الأمريكية، خليني أسأل حضرتك سؤال. يعني في ظل الانقسام الأمريكي في صفوفه السياسية، وفي ظل الانقسام الإسرائيلي في صفوفه السياسية، واقتراب الانتخابات الأمريكية، وأنباء عن أن جو بايدن خلاص بيفقد جزء كبير من شعبيته نتيجة دعمه لحروب الشرق الأوسط ونتيجة دعمه للحرب على أوكرانيا أو الحرب الروسية الأوكرانية، لماذا كل هذا الدعم؟ يعني ليه أمريكا هتفضل تدعم إسرائيل للحظة الأخيرة بالرغم التكلفة العالية جدا اللي بيدفعها الطرفين؟ يعني لعدة أسباب. السبب الأول إن الولايات المتحدة شريك في الحرب من البداية، وبالتالي لو خرجت إسرائيل بدون أن تحقق انتصار تقدمه للرأي العام الإسرائيلي، فكأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أصيبوا بهزيمة. لوحدة. النقطة الثانية، الانقسام في المجتمعات الغربية ده يعني لا يجب أن يخدعنا، لأن القرار يتخذ بفرق صوت واحد. يعني لو في 100 واحد و51 منهم موافقين، يبقى خلاص يتخذ القرار بالرغم أن في 49 معترضين. فهو ده يعني دي خديعة المجتمعات الغربية، أنه يخيل لنا أيوة في انقسام، ولكن العبرة طب القرار النهائي إيه؟ استمرار الحرب ورفض أمريكا لعدم وقف القتال. أمريكا بتساعد إسرائيل بأنها بتضرب الحوثيين عشان ما يمنعوش السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى إسرائيل، وليس لحماية الملاحة البحرية. صحيح. فهنا في تسييس القوانين، هذا لعبة أمريكية مشهورة. صحيح. طبعا احنا نتمنى الأمور تكون في أفضل حال، ويعني نتمنى كمان أن حكم المحكمة الدولية يكون حكم نافذ بعد قرار مجلس الأمن. نتمنى الأمور تكون في أفضل حال. معالي السفير بنشكرك جدا، السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق.